الشيء الأكيد يلي شفناه المرة الماضية إنه الستريس رول ذا وورلد. مشان هيك السنة منظمة الصحة العالمية قالت الوالبيينغ والسانتي مونتال هي أولوية عالمية، وفسرنا ليش وحكينا عن شو عم بيصير بالعالم عم بيخلي العالم يكون كتير ستريسي. دونك الستريس رولز ذا وورلد لأنه ما منتحكم نحن بالستريس، الستريس هو مبدئيا بحاول يتحكم فينا بس نحن مش رح نخليه ورح نشوف كيف. دونك مين المسؤول عن كل السموم يلي بتتراكم بجسمنا؟ وفي مقولة لبنانية حلوة كتير، قبل ما العلم يكتشف انه نحن منفبرك سموم كان اللبناني يقول انسم بدني، يعني بيستعمل الكلمة والكلمة صحيحة علميا، الكلمة بتعبر عن 30 أرمندو ستريس نحن منفبركن نفرزهم بجسمنا، وهودي يلي بيصيروا سموم لما بيتراكموا بالكمية. بالمبدأ هالسموم هي انرجي، هو بنزين للسيارة، اذا معكم فراري وما فيها بنزين ما بتمشي. فاذا جسمنا حتى يتنفس حتى ينام يهضم الاكل هو بحاجة للأرمندو ستريس، بس لما بيصير الأرمندو ستريس بكميات كبيرة بجسمنا بيتحول كورتيزول، بيصير سم وبينسم كل جسمنا، وشفنا المرة الماضية الموضوع. شو اللي بيخلينا نفرز هرمونات أنتي ستريس؟ وكيف بيشتغلوا هالهرمونات؟ كيف منحركهم؟ كيف منعمل اكتيفيشن لكل هالهرمونات؟ والسوبر هيرو مين اني نتعرف عليهم اليوم؟ أكيد كنت بدي أعمل تيست، تخافوا الصبايا من التيست. هل السؤال كان صعب؟ كيف بنعمل أرمندو ستريس؟ شو بيخلينا أكتر شيء نعمل ستريس؟ النيجاتيف ثوت، نيجاتيف إيموشن، لسوفونير يلي ما قدرنا هضمناهن قبل، لأن بالماضي تبعنا كلنا عنا نيجاتيف سوفونير، بس في سوفونير منهضمهم ومنتخطاهم وفي سوفونير ما منقدر نتخطاهم، وهودي اللي بيضلوا يحرطوا علينا وهودي اللي بيعملوا لنا كتير أرمندو ستريس. علما أنه الملاحظة يلي كتير بحب تحفظوها أنه الستريس هرمون مش نحن منقرر نفبركه بجسمنا، بيتفبرك بجسمنا لحاله كل مرة فيه عم يمرق براسنا أفكار نيجاتيف أو نيجاتيف إيموشن أو نيجاتيف ميموري منهم مهضومين وكل أشكال الأدفرسيتي. هودي الستريسور يلي بيسببوا لنا ستريس. بس مين مسؤول عنهم؟ مين بيتذكر اسم الأورغان المسؤولي يلي هي بتعطي الأمر؟ رح سميها خط الدفاع الأول. أول حدا بيتلقط إنه في خطر وفي مشكلة هي الأميجدالا. هلأ في ضوء كتير قوي يحي هون، هيدي الصغيرة الحمراء بتجن. السوفينير قاعدين جوا بالأميجدال مثل باللوجيسيال مونتال تبع الكمبيوتر تبعنا، كل معلوماتنا كل شيء منتذكره بالماضي، نحن بنفتكر مش متذكرينه بس كله محفوظ، كل شيء عشناه محفوظ. على اليمين منسجل كل الأشياء النيجاتيف وعلى الشمال كل الأشياء البوزيتيف. بس النيجاتيف ثوت أو النيجاتيف إيفنتس أو النيجاتيف أدفرسيتيز كلهم بيحركوا الأميجدال من ميلة اليمين، بيتسجلوا باليمين ومنتذكرهم وما مننساهم ابدا لان وجعونا. بينما البوزيتيف سوفينير مش دائما منتذكرهم لانه بدنا نتعلم اليوم سوا كيف بنحفظهم، هاو تو سيف كل هالاشياء الحلوه بحياتنا، ليش ضروري نعملها، ليش ضروري نفكر بوزيتيف ونعمل مشاريع بوزيتيف بنهارنا ونرجع نتذكرهم عشية نحفظهم، ليش مهمين؟ لأنه الإيبوكامب هيدا الأخضر يلي جست
محاذي للأميجدال، هيدا المسؤول عن تهدئتها. يعني لما منقول إحنا ضوى راسي نستعملها باللبناني الكلمة، أثبتت الدراسات بالإي آر إم لما منصور الدماغ بتسكان أو بلان أكتيفيتي، منشوف إنه الأميجدال بتصير تنفض، وكل ما كان تراكم عنا المشاكل كل ما حساسيتها بتصير كتير قوية وبتنفض كتير وبتعملنا هرمون ستريس كتير. مشان هيك كتير مهم نهضم الأحداث الماضية حتى ما تتراكم راسنا. وشو بيصير بالأميجدالا بهالحالة؟ كل ما تراكم عنا فشل أو تروما أو خبريات مش حلوة بحياتنا، كل ما تراكموا الأميجدال بتصير تتضخم، وبس تتضخم تاكل. عم بتشوفوا هي ابروكسيميتي حد دغري حد الايبوكامب، بتكبر ولما بتكبر تقتل خلايا الايبوكامب، وكل ما كبرت كل ما صغر الايبوكامب لان بيموتوا خلاياه بتقتلهم وما بيعود يقدر يشتغل. شو بيعمل الايبوكامب؟ شغلتين بدي اياكم تحفظوهم، بيعمل كالم داون للاميجدالا وبيسكتها بيروقها، وبيرجع بيعمل اكتيفيشن للراشنال بارت، لان شفنا سوا المره الماضيه كل ما يكتر الهرمون دو ستريس شو بيصير بالراشنال بارت؟ بيعمل بلوك، ات بي ديس اكتيفيتد، ما بقعد يشتغل. وباللبناني شو الكلمه اللي بنستعملها؟ سكر راسي. برافو. دونك سكر راسي، كل ما يكتر الهرمون دو ستريس كل ما بيسكر راسي. مين بيساعد راسي تيرجع يشتغل مزبوط؟ الإيبوكامب. بدنا نحفظ الإيبوكامب لأنه هالأورغان بجسمنا مسؤول عن الأميجدال يهديها، ومسؤول يذكرنا بالسوفونير بوزيتيف حتى نقدر نهضم وتنقدر نعمل اكتيفيشن للراشنال بارت ونخلي الراشنال بارت يلاقي سولوشن لكل مشكلة عم نمرق فيها. أوكي، وشفنا المرة الماضية هل دو تريانجل، وقلنا انه كل مره بنفكر نيجاتيف دغري دغري بلحظتها الايموشن تبعنا بنحس فيها، لانه الايموشن بتترافق مع الستريس هرمون. لما بيكتر الستريس هرمون بنحس قلبي عم بدق بسرعه، مطبق على صدري كاني حدا لقطني على خوينيقي، بعرق اجري بيرشفوا. عم بتقول انه كلهم عم تحس فيهم. هلا بدنا نغير، هلا بعد دقيقتين بس. اوكي، فاذا لما الهرمون دو ستريس بيكتر ايه بنحس فيهم، وضروري يلي بيكون بلا احساس بيكون ما عنده انتليجنس ايموشنال. دونك واحد من الذكاء الانفعالي الانتليجنس ايموشنال يلي بتمنى يكون واحد من التام كمان للقائنا، لانه اهم بكثير من الراشنال بارت. عاده كنا نحن نعمل اي كيو تنشوف اذا حدا ذكي او لا. اوكي، بس رح نشوف هلا سوا انه الذكاء الانفعالي اهم، رح نشوف ليش. فاذا لما بفكر نيجاتيف، وهل انا قصد بفكر نيجاتيف؟ لا. بحب ضلوا حافظينا انه الافكار النيجاتيف بتهجم على راسنا unconsciously واوتوماتيكمون، مش نحن بنقرر. وكم فكره بالنهار بتمرق على راسنا؟ 90,000. برافو. بين ال 60 وال 90,000 فكره اوتوماتيك بتجي، وقد ايه برسنتاج نيجاتيف؟ 70. برافو. 70%. تصوروا انه بالنهار الواحد نحن بنقول ما عم نفكر نيجاتيف، نحن كثير اوبتيميست، ونحن الاقل قلق بيعمل 60,000 فكره، والاكثر قلق بيكون اوفر ثينكر، بيشتغل راسه بافكار نيجاتيف توصل لدرجه الايراشنال الايموشن. فاذا هي اللي بتعملنا بتعطي امر ليفرز جسمنا 30 هرمون دو ستريس، وهال 30 هرمون دو ستريس بخربطوني انا. اذا عم بحس قلبي عم بدق بسرعه وما عم بقدر بتنفس، اغلب الاحيان بنعمل شيء اسمه بانيك اتاك، يعني بنفتكر انه قلبي عم يوجعني، انه رح اعمل كريس كاردياك. اغلبهم بيروحوا على المستشفى بيعملوا كل التيست، ورح لكم شو بيعطون، بالون تينفخوا، وقت ينفخوا بيعملوا الهرمون الاندورفين اللي رح نحكي عنه، وهيك
بيرجعوا بيروقوا. وبالتالي نحن فينا بدون ما نروح على المستشفى نقدر ننزل دقات قلبنا، نخفف ضغط على القلب وعلى الرواية على النفس. إذا عملنا السويتش من النيجاتيف ثوت للبوزيتيف ثوت، أغلب الأحيان سلوكي بيصير ما بعرف إذا في ستاتيستيك بالجامعة قديش نسبة الطلاب يلي بيتسجلوا من أول سنة أو من تاني سنة بيتركوا الجامعة. الواقع الدراسات يلي عملوها بالمركز التربوي كان نسب كتير عالية من الطلاب بتترك، بس ما حدا حاول يعمل دياجنوستيك تيعرف ليش. بأكد لكم إنه الأنكسيتي الناس يلي عندهم ميل للقلق ويلي جسمهم بيعمل هرمون دو ستريس اكثر من غيرهم، بسميهم انا تيربو هرمون دو ستريس، هودي بيتركوا المدرسه لانه عم بيعيشوا ستريس كثير كثير قوي. بالجامعه بكندا وامريكا كثير عالي النسبه، صح؟ بكندا بنسمع بالجامعات كثير بيتركوا يلي بفوتوا لاول سنه، صح؟ بس للاسف ما حدا بيتوقف تيشوف ليش، وبيناتهم يشوفوا كم حدا عنده anxiety. الخبرة تبعي بالانديو بتقلي انه اغلبهم مش كلهم بس اغلبهم عندهم anxiety. واحدة منهم كانت الاولى بصفة بس هي براسها انه انا ماني good enough. ماني good enough شو عملت؟ فاتت على الجامعة تسجلت وما عادت كفت، بقيت تشتغل بالجامعة بس انه ما عادت كفت. وقت اشتغلنا ثيرابي رجعت بعمر 35 سنة، رجعت كفي دراستها وتنشطت وصدقت انه هي لا فيها. بس الانكزايتي، فاذا لما قلبي بدق بسرعة او ما بعد فيني اتنفس او ما فيني اوقف على اجري، اول شيء بفتكروا انه انا ماني ظابط، في شيء مش ظابط عندي، I'm negative, I'm not good enough، مش قادر، ما عندي القدرة. شو بيصير لما بتصرف غلط؟ بفكر اكثر غلط عن حالي، بفكر اكثر نيجاتيف عن حالي، وهذا يلي بنسميه السيركل فيسيو او الدوامه المدمره لنفسيتنا. وبنترك المدرسه او بنترك الميجر وبنغير ميجر مره واثنين وثلاثه وما في شيء بيزبط لانه ما عرفنا نعمل تريتمون للانكزايتي. رح نشوف سوا اليوم كيف بدنا نعمل هالشيفت هالسويتش تنبلش نفكر بوزيتيف. من مطرح ما بدكم فيكم تبلشوا، يا منبلش نشتغل على البيهافيور ونغير البيهافيور. وكان في تيوري دو ثيرابي مبنيه على السلوك وتغيير السلوك. لما بغير السلوك وبصير بوزيتيف، الافكار بتصير بوزيتيف والايموشن بتصير بوزيتيف، ومنفوت بدوامه اسمها فيرتيو سيركل. فيرتيو يعني سيركل بيبنينا، بخلينا نبني ذاتنا ونرجع ننطلق من جديد. اوكي، شو بيعمل الهرمون انتي ستريس؟ من هلا وراح رح سميه بوزيتيف هرمون تنسهل. الهرمون دو ستريس قلنا هو انرجي ومنه نيجاتيف، بس لما بيتراكم بصير كورتيزول وبصير نيجاتيف. نفس الشيء الانتي ستريس رح نسميه بوزيتيف لانه بيعمل كالم داون، بس ما فينا نضلنا كسلانين ورايقين وما عم نتحرك. في بالانس بده يصير بين كم الستريس هرمون يلي هو انرجي وكم الستريس بوزيتيف يلي ما بخلي هالانرجي تصير توكسيك. شو بيعمل؟ مجرد ما انا حرك الهرمون بوزيتيف تبعي يلي هو هرمون انتي ستريس، مجرد ما حركه بيسكر لي ال 30 حنفية يلي بتعمل لي هرمون دو ستريس. دونك عملت بلوكاج، سكرت الحنفية. ولكن ما بيكفي، كل التوكسين يلي تجمع بجسمي من امبارح واول امبارح وكل الخبريات الماضية بتعمل له نيوتراليزاسيون، بتلغي له مفعوله. تصوروا شو حلو هالهرمون نقدر نحن نتحكم فيه. وعن الحقيقة اثبتت انه عن جد نحن بنقدر نتحكم ونحن بنقرر إرادياً وبشكل واعي، منقرر كيف نفتح حنفيات الهرمون بوزيتيف. كل ما منحرك الهرمون أنتي ستريس أو الهرمون بوزيتيف منعمل ري أكتيفيشن. راسي كان مسكر ببطل مسكر، بقدر بفكر. بوقت الفرق أغلبكم أو الأنكسيو منكم بس يجي السؤال بتحسوا بلانك، ما كأني بقى في شيء بالميموار، شو المقصود وشو منضيع؟
بكفي نستعمل واحدة من التكنيكات يلي هلا رح نشوفها حتى نقدر نرجع نعمل ري اكتيفيشن للراشنال بارت ونقدر نوقف الهرمون ستريس وراسنا يشتغل ويصير برودكتيف اكثر. اتس امبروف الويل بينج فاسيليتيت ريليشن شيب، لان شفنا بالهرمون ستريس بس يكثر الهرمون ستريس بتتخربط علاقاتنا مع العالم، بنصير مور irritated بسهوله، بيطلع صوتنا بسهوله، بنصير اجريسيف او نقطع علاقاتنا. حتى امي وبي ما عاد انا بقلب البيت فوت على اوضتي وبسكر الاوضه، ما بقى بدي حدا ولا بدي اشوف حدا. هيدي مفعول هرمون ستريس على الريليشن شيب. البوزيتيف بالعكس بتسهل علاقاتنا، الوجوه اللي عم تبتسم بيطلع عبالكم تقولوا له مرحبا وتحكوا معه، بس اذا حدا مكشر بيقولوا ما بيضحك للرغيف السخن وجهه، وبالتالي انا با اونفي، ما في شيء بحمسنا تنروح صوبه. دونك بروتكت اوفر هيلث، هي شفناها المره الماضيه قديش بيتخربط اشياء بجسمنا، وتذكروا انه كل الثلاث نقاط شفناهم كيف بيتخربط جسمنا بالهرمون ستريس، بيزيدوا الاوجاع بجسمنا. اثنين، مين بيساعدني؟ dysfunctioning لكثير من وظائف جسمنا. في ناس ما بتعود تنام عشية، في ناس ما بتاكل، في ناس أكلت ما بتهضم، بتستفرغ. دونك في dysfunctionment لكل وظائف جسمنا. وثلاثة، الاميونيتي بتنزل، وبس تنزل الاميونيتي شو بيصير؟ منصير عرضة لكثير من الأمراض، ومن أهمها الكانسير، الديابيت، الكوليسترول، التنسيون. كل هالخربطات بجسمنا هي بسبب الهرمون ستريس. اوكي، تنعمل هرمون انتي ستريس شو لازم؟ عكس لا هلا ما فتنا بعد بالسبار، ومظبوط اللي عم بتقوليه، بس بدي احفظ انه يلي بيمرق بالاميجدال من خلال الايبوكامب، قلنا الايبوكامب هي واسطه بين الراشنال بارت وبين الاميجدالا. هن البوزيتيف ثوت، كل ما منفكر بوزيتيف ونحن فينا نفكر بوزيتيف، كل ما الايموشن تبعنا بتكون بوزيتيف. يعني رح نشوف سوا اهميه الجراتيتود يلي هي من اهم الايموشن. الفرح بيعطي كثير بوزيتيف هرمون. البوزيتيف اكشنز، وهون السبور بيجي بكل التمارين السلوكيه يلي رح نشوفها. دونك اليوم رح نركز على هيدي النقطة أكثر من الإيموشن والراشنال بارت. والمهم نحفظ إنه كل ما بنعمل أكتيفيشن للسوفينير بوزيتيف تبعنا، يعني الطالب يلي اليوم بحس حاله كثير صعب هالمادة وليش أخذت هالمادة وما رح أقدر أنجح، وأكيد بيعمل أنتيسيبيشن للإكزامان أو لنهاية السنة إنه ما رح فيني كفي، بس يبلش يتذكر انه انا ولا مره سقطت بحياتي بالمدرسه، ولا مره دوبلت صف. اذا هيك معناتها طاقات العقليه موجوده وبقدر كفي. هل تذكر للسوفينير بوزيتيف كثير بيساعدنا نعمل هرمون بوزيتيف. بس بدي اياكم كمان تحفظوا انه الهرمون دو ستريس والخبريات البشعه، ان كانت اكسيدون، ان كانت تروما، صدمات حياتيه نفسيه بالسيارة، حرب، كل هودي مثل النقش على الحجر بيستملحوا بالأميجدال تبعنا. بينما البوزيتيف سوفينير للأسف إذا نحنا ما اشتغلنا تنسجلهم ما بيتسجلوا لحالهم. هلأ رح نشوف كيف منسجلهم وقتا نتذكرهم. مشان هيك عشية قبل النوم يلي بده ينام وينام نوم الهنا يتذكر كل الاشياء الحلوه يلي صارت بالنهار، واذا ما في شيء بهيدا النهار امبارح واول امبارح ومن سنه شو صار معي وشو حققت وشو انجزت، في كثير عم يتبسموا. ديجا بس اليدي ولما بتبسمتوا بتعملوا بتبلشوا تعملوا هرمون انتي ستريس. ثلاثه هرمون انتي ستريس وبحب تحفظوهم وضروري ترجعوا لهم يلي بيقدر او يصور السلايد او يكتب. الاندورفين، الاوسيتوسين والميلاتونين. تصوروا انه الاندورفين اتس ا بين كيلر،
بيشتغل مثل الأنستيزي تماما. وبالتالي قد ما بكون أنا موجوعة وبحرك الأندورفين بتعمل لي أنستيزي للدولار تبعي. الأوسيتوسين هي هرمون الحب وهي بتعلي لنا الإيمونيتي مثل كأني أنتيبيوتيك ناتوريل. والميلاتونين أنتي ديبريسور وأهم أنتي ديبريسور اللي عم ياخد أدوية أنتي ديبريسور. الميلاتونين نحنا منفبركو وهيدا أهم بكتير ما عنده ولا إفي سكوندير ورح نشوف كيف. هلأ شو اللي بحرك الأندورفين؟ هيدي قلنا بين كيلرز. واليوم في دراسات عم بتشوف قدي لازم يعلى الأندورفين بجسمنا تنقدر نعمل عملية بدون أنستيزي. تصوروا يلي بيعملوا كتير مديتيشن كتير بيعملوا أندورفين، وهودي يلي بتشوفون عم يمشوا على النار وما عم بحسوا، عم يمشوا على الجمر وما عم بحسوا، عم يمشوا على البتمير وما عم بحسوا، لأنهم بيعملوا كتير مديتيشن. الموان بوديست كتير انشغل عليهم وعلى الأندورفين عندهم. تصوروا أول طريقة سمايلينج، بيكفي أنه تتبسموا لو من جواتكم كون كتير مبسوطين. بس البسمة شو بتعمل؟ راسي بيقراها انه هيدي علامة الفرح. هبول هو ما رح يعرف اذا مظبوط انتو مبسوطين او لا. بيحفظ من خبرتنا اليومية انه بس نكون مبسوطين منتبسم بيقوم بيعطي امر ومنعمل اندورفين. الضحك بعد بيعطي اكتر اندورفين. شيء اسمه فيديو يوغا، يوغا ثيرابي بار لو رير. وهيدي جاي نحن باللبناني بنقول عم بجلط، عم يضحك وعم بجلط، جاي من بالتعبير اليوناني جيلاتو ثيرابي بسموها، دونك ثيرابي بار لو رير. بس الثيرابي بار لو رير صارت أداة بيستعملوها باليوغا. وإذا فتحتوا حيالله فيديو رح بتشوفوا بعلموكم كيف بدون سبب تقدروا تضحكوا. هلا بلبنان وقاعد بالأوجيسيال مونتال تبعنا الضحك من دون سبب من قلة الأدب. كيف بدنا نضحك؟ بدكم تقرروا تتخطوا هالحاجز يلي هو ممنوع الضحك بدون سبب، ونقول لو لما نكون وحدنا بالأوضة ها 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 هي هي هي. أكيد في تكنيكات معينة باليوغا ديورير بتساعدكم لحتى تضحكوا بدون سبب وبدون ما يكون قلة أدب، يكون عم نضحك تنعمل أندورفين. الاكزرسايسينج كل أنواع السبور بتعملنا أندورفين، بس أكتر سبور بيعمل أندورفين لدانس وخاصة الدبكة والسباحة. بس فيكم تعملوا حيالة سبور. سينجينج، تصوروا أنه ما تغنوا بتعملوا سيمولاسيون للديافراغم. بالأول ما كنا نعرف لشو بيشتغل الديافراغم، اليوم نحن منعرف وأكيدين إنه الديافراغم هو يلي بفبرك أندورفين. دونك وقتها بتضحكوا باللبناني بنقول طقطقوا خواصري، إيه بنعمل استيمولاسيون للديافراغم وهو الديافراغم يلي بفبرك الأندورفين. هايكينج بالطبيعة، وبحب تضلوا متذكرين انه نشكر الله بعد عنا امكانيه نوصل للطبيعه بمسافات كثير قصيره بلبنان. بس للاسف ما في كثير تشجيع، ما في كثير دي سونتيي بيان بريباري لحتى العالم تروح وتمشي بالطبيعه. اخر دراسات بتقول كل شجره عندها امكانيه راديياسيون معينه، وحتى قدروا اكتشفوا اله بتقيس اي نوع من الفايبس الراديياسيون بتعطيها الشجره. دونك المشي بالطبيعه وبين اشجار لبنان المختلفه بتعطينا راديياسيون بوزيتيف مختلفه. واليوم صارت ثيرابي با لي لا مارش دون لا ناتور. فاذا الهايكينج بالطبيعه اهم بكثير من كل النايتات والرقص بالنايتات. مش لانه بحب النايت لا، بس لانه ما بخلينا ننام، بنتاخر كثير وراح نشوف انه بيمنعنا نعمل ميلاتونين. كل التكنيك دو ريلاكساسيون كلها، يوغا، مايندفولنس، مديتيشن، وان شاء الله كمان يكون عندنا لقاء حول المايندفولنس. اليوم بديكم بس تحفظوا بالمايندفولنس اهميته، هو بخليني يكون هلا بهاللحظه
وعم بركز على البوزيتيف وعم بستمتع بالبوزيتيف. اذا اكلته انتوا عم تاكلوا ومش حاطين قدامنا سيلولر او نتفليكس او ما بعرف يلي عم نعملها مع الاولاد الصغار حرام، ما بعودوا يتذوقوا الاكل يلي عم ياكلوه ويستمتعوا باللي عم يعملوه. فاذا فينا نكون بحاله مايندفولنس نحن وعم ناكل، فينا نكون بحاله مايندفولنس نحن وعم نسمع دكتور خوري. لو كنا تعبانين وعبالنا نروح نحضر الألمان، بس عم نعمل هرمون بوزيتيف حتى نقدر نكفي. أوكي، آخر تو اكزرسايزز بدي اياكم هودي يكونوا دائمين عندكم، هودي بحضروكم لحي الله سيتواسيون دو ستريس. إن كنت امتحان، إن كان عندكم انترفيو مع حدا، شو ما كان عندكم شيء بيعلي الستريس عندكم، بليز هات دو تكنيك بالتنفس رح يساعدوكم. اول وحده هي ايبو فنتيلاسيون، كنايه عن اخذ النفس من منخارنا، اخذ النفس لثلاث ثواني بس نحن وعم ننفخ البطن. عاده نحن بس نتنفس بننفخ صدرنا بطننا بفوت لجوا، انا بدي اتنفس أنا وعم بنفخ بطني. أسهل عليكم تجربوها أنتوا نايمين، بيكفي تعملوها كم مرة تتعودوا عليها. منوقف منوقف النفس ثانيتين ومنفضي ست ثواني. هلأ ليش التنفس بس ثلاث ثواني؟ طب ما هيدا بيجيب لي أكسجين وليه غلط؟ هو مش غلط، بس كل مرة عم باخد نفس عم باخد الأكسجين عم بحرك النيرف سيستم تبعي سيمباتيك. السيمباتيك هو بيسرع مثل كأني حاطة إجري على البنزين وعم بيسرع كل الميكانيزم بجسمي وكل الفونكسيون تبع جسمي كله بيمشي بسرعة. أور أنا بدي أهدى بدي روق حتى روق جيكسبير بلو لونتون. من هيك إذا لاحظتوا ثلاث ثواني أخذ النفس واثنين وستة صاروا ثمان ثواني بوقف النفس وبفضي وساعتها بحرك الاندورفين. دكتور في بوزيشن معينه افضل واحد بيعمل هودي الاكزرسيسات؟ هيدي الافضل انت ونايم بالاول بس تتمرن وبود 21 جور حيلا عادي، بيولوجيك فيزيولوجيك رقص سباحه سواقه حيلا عادي. اذا كل يوم كل يوم كل يوم نتمرن بدها 21 يوم تيتسجل كل البروسيس والميكانيزم براسنا. اوكي، فإذا هيدي بدي أعملها 11 ثانية بتصير كلها، بعملها 10 مرات ورا بعضهم، يعني بتاخد 2 minutes مش أكتر. بس هال 2 minutes إذا فيني عبكرة بس أوعى أعملها الظهر وعشية. الظهر يمكن بعد الأكل بدل ما فوت نام وأنا كتير تعبانة وأرجع أتنشط، هيدي 10 مرات 2 minutes equivalent de 2 heures de sommeil تصوروا. دونك كتير مهم نعملها وكتير مهم لقبل قلبنا على بكرة. مين حذر ليش؟ بدءا من طلوع الضوء بين الأربعة والخمسة حسب المناطق ببلش جسمنا لحاله يفرز هرمون دو ستريس تيوعينا قبل ما نشرب القهوة، وبالتالي قلبي بصير يدق أسرع من اللازم وكل يلي عندهم مشكلة بيضلوا كل الليل راسنا ما بيوقف ولا دقيقة. انتوا نايمين راسكم ولا تكي ما بيوقف، بيشتغل على كل هالمشاكل يلي بالنهار ما قدرنا لقيناه لحل، بحاول راسنا يلاقي حل، وبالتالي إذا ما لقى بيتجمع وبيتراكم كل الليل هرمون دو ستريس، وعبكرة طبيعيا بيعلى الهرمون دو ستريس. شو بيصير بقلبي؟ بتعرض للكريز كاردياك. مشان هيك اغلب الكريز كاردياك بتصير عند الناس بهيدا الوقت بين الخمسة والسبعة. من هون كتبوا لقلبكم بقوي عضل القلب انه تعملوا هالتكنيك دو ريسبيراسيون قبل ما تنزلوا من الفرش، لان عادة اوقات بيطلع عبيننا كونترين نضلنا بالتخت وخصوصا بس سقع الدنيا وما طلع عبيننا ننزل من التخت. دونك دقيقتين ريسبيراسيون بار ايبو فنتيلاسيون بتساعدنا نوطي كم الهرمون دو ستريس يلي بجسمنا ومنقوم منشطين وبحاله جيده. الكاردياك كويرنس كثير مهمه
لإلكن، مش تنام عشية بس تنكون نشيطين وتنعالج الستريس لما منكون علقانين بالسواقة مثلا. فينا نحن وعم نسوق نعملها الكويرانس كاردياك، رح شوفها أنا وياكن. بس لإلكن هي كناية عن أخذ النفس خمس ثواني ونفضي خمس ثواني. ليش؟ هل حركة غير عن هديك، هديك بتنيمنا وبتلشلشنا، هديك كتير مهمة الإيبو فانتيلاسيون قبل النوم نعملها، بس نعملها عادة على بكرة وظهر وعشية. بتعرفوا ليش على بكرة والظهر؟ تنرتاح شوي قبل ما نكفي شغلنا بعد الظهر، وعشية مهمة تنفوت بسرعة بالسوماي بروفون الإيبو فانتيلاسيون. الكويرانس كاردياك هي تنعلم قلبنا سهولة الانتقال من السرعة للفران. انتو بتعرفوا انه بدكن بالقليلش 15 متر تتوقفوا السيارة اذا انتو مسرعين، صح؟ ما فيكن تتوصلوا على السيارة تدعسوا فران. فاذا في الرالانتيسمان بيصير بروغريسيف، وبالتالي قلبي لما بعمله 5 سكوند عم باخد هواء، يعني عم بيسرع 5 سكوند، ودغري ما بوقف، دغري بفضي الهواء، وبالتالي عم بروق قلبي. بينتقل فإذا من الاكتيفيشن للكالم داون او الحركه البسيطه او الهدوء. هل الدراسه اللي انعملت على الكويرانس، كتب عديده طلعت تتاكد انه ان كان عندنا مباراه، ان كان عندنا انترفيو، ان كان عندنا اي شيء ستريسون، كثير مهم حتى قلبي يقدر يضاين يشتغل وبدون ما يتعب عضل القلب نعمل الكاردياك كويرنس. ولكن يلي بدي لكم اياه، كل يلي معه سمارت فون، وبعتقد كلكم صار معكم سمارت فون، بتلاقوا الابلكيشن مجرد ما تحطوا الكويرانس كاردياك، دونك الكاردياك كويرنس، رح بتلاقوا الابلكيشن يلي بيساعدكم. في كول واحد اسمه كول بعتقد. هلا في تكنيك كثير بالتنفس، اهم فكره التنفس قبل الفحص، لانه ما فيني اقوم ارقص قبل الفحص اذا سكر راسي وما عم بتذكر، ما فيني اضحك، ما فيني غني، بس اكيد انه فيني اتنفس فحص، ودقيقتين تنفس بخلوني ارجع استعيد الاكتيفيشن تبع الراشونال برين. بس الكويرانس كاردياك بتساعدنا الابليكيشن بس حتى نتبع، حتى ما ننزعج من العد نحن وعم ناخذ النفس، او اي ساعه صاروا الخمسه سكوند او لا. بالابليكيشن تبع الكاردياك كويرنس بيساعدوكم، اوقات بتكون طابه بتطلع من المي وقتها عم تاخذوا النفس، بترجع بتنزل، وقتها بتنزل الطابه بتفضوا. وعاده في موسيقى معينه، موسيقى دو ريلاكساسيون معينه بترافق التنفس، يعني تكونوا عم تعملوا مديتيشن اون ميم تان، عم تعملوا الاكزرسيس التنفس وعم تعملوه بالشكل الصحيح. ولا اهين من هيك، وباكد لكم انه بتكونوا عم تحموا قلبكم وعم تحموه من الكريس كاردياك. ثاني هرمون هي الاوسيتوسين، وبالنسبه لي هي من اهم الهرمونات، هرمون دو لامور. اكتشفناه اول مره وقت الام بتكون عم بتردع، وشفنا بعدين انه مش الرضاعه بحد ذاتها هي اللي عم تعمل الاوسيتوسين، هو صوت الام، هو طريقه الحكي مع الولد، هو الغنج الجست تبع الام يلي عم تعمله على راس الولد او على جسمه، جست دو تندريس، كل لمسه حنان اذا بتكون بتعملنا كثير اوسيتوسين. اكت اوف لاف والامباثي، هلا اهم شيء للصبيان بدي اقولها اكثر من البنات. للاسف انتم صغار ما بيجيبوا اللعبه للصبي، بس بيجيبوا لعبه للبنت. البنت بتلعب دور الام وبتغنج البوبي تبعها وبتغني لها وبتحطها بالبوسيت وبتكسدرها، هيدا بيخلق عندها القدره تطلع من زيتها تتعلم تحب من هي وكثير صغيره. وكأم حضور حد الولد يلي بعد ما بيعرف يحكي، بتعرف اذا بكي انه جوعان او موجوع من طريقه البكي تبعه، بيصير عندها الام كدوره كام راعيه الولد
بتخليها تتعلم تظهر من ذاتها حتى تفهم شو عم بحس الآخر. وبالتالي شفنا اليوم لما بلشنا نقدر نصور الدماغ شفنا إنه عند النساء بشكل عام أكثر من الرجال عندهم سلول اسمهم سلول ميروار. فإذا كل مرة نحن منحرك الأوسيتوسين عنا بيكون عنا إمباثي، نقدر نسمع للآخر، نقدر نتفهم وجع الآخر، نقدر نكون حده، منعمل أوسيتوسين كتير. هالرجال يلي ما عندهم مش لأنه الله بده هيك، لأنه ما دربناهن. اليوم بالدنمارك من 1990 صار التدرب على الأمباثي كور بينعطى ساعة بالجمعة من عمر الستة لعمر الستعش. فإذا ياريت بحلم إنه بمدارسنا يكون كل يلي عم نعمله عم نشتغله سوا لازم يكون يتعلم بالمدارس قبل ما نوصل على الجامعة. دونك كل عمل حب أو empathy أو compassion، وبتعرف إذا ماتت بعمر التسعين 92 أو 93 ولا مرة أخذ فاكسان، وكانت تعالج المرضى يلي عندهم مرض معدي، تغمرهم وتحبهم وتبوسهم، ولا مرة عمل أخذت فاكسان. شو اللي خليها ما تمرض؟ اكتشفنا أنه الأوسيتوسين هو بيعلي المناعة، ورح قلكن ليش هلأ. كل أعمال الفولونتاريا يلي عملتها مير تريزا أو كل الناس يلي بيشتغلوا بالأعمال الخيرية، إن كان بسكوتيس إن كان بالصليب الأحمر، بيكونوا عم بينموا عندهم وعم يراكموا عندهم الأوسيتوسين. كل اللقاءات مع أصحابنا مهم، اللقاءات ندبر لقاءات ونعمل العيد إن كنا مع أهلنا إن كنا مع أصحابنا، نعرف نعيش فرح اللقاء، وكمان نعرف أكثر إنه هيدا بخلينا نجمع أوسيتوسين. الجراتيتود هيدا الإكسرسيس اللي بدي إياكم، إذا هولي كلهم ما عملتوهن خياركم، بس بليز الجراتيتود هيدا الإكسرسيس ولا أهين من هيك، بس ما فيكم تتصوروا قدي مفعوله بوزيتيف، ورح إلكن ليش. أول شيء الإكسرسيس كناية عن بآخر الليل قبل ما نام أنا وقاعدة مش أنا وبالفرشة، يكون عندي كارنيه صغير سجل فيه أحلى شيء صار معي بالنهار، كلمة مثلا مرسي دكتور خوري على السيشن يلي عملناها اليوم. بس منعمل هالجيست نسميه باترفلاي، ومنعمل تابينج مرة على اليمين مرة على الشمال، والقصد منها مش عم بلعب ولا عم غنيش حالي بس فيها تكون، بس هي عم بعمل ستيموليشن للتو برينز تبعي حتى يتعاونوا ويسجلوا لي. هيك منحفظ كل البوزيتيف يلي عبالنا نحفظه. فإذا خمس مرات مرسي، أنا كتبت كلمة مرسي لدكتور خوري، ولكن بغمض عيوني وبحاول أتذكر شو أحلى شيء حبيته بهالسيشن، شو أحلى شيء عبالي أحفظه وسجله، وساعتها دقيقة مش أكتر لكل مرسي، مرسي لله، مرسي لبابا، مرسي لماما، كل حدا بيقدر كل دقيقة بالنهار يقول مرسي عم يعمل أوسيتوسين. بس شو أهميته بالليل؟ ليش مهم نعمله قبل النوم؟ لنحفظه، لأنه بالليل الرأس ما بيوقف فبيصير ينحفظ فكر بأشياء سوبر. الدراسات أثبتت أنه رأسي بيشتغل على آخر شيء صار معي قبل النوم. عادة قبل النوم نفكر بكل المشاكل، كل الأفكار السوداء بتجي أكثر بالليل، أول الليل بستطفي الضوء وفوت على الفرشة، مشان هيك أوقات منقلق وما مننام. لما منفكر بالبوزيتيف الإيبوكامب يلي فرجيتكن إياها هي الدوفيان مثل أنرجستر، بالليل بتكرر الشيء يلي قلتوه قبل ما تناموا، وبدون إفار بقى منكن الإيبوكامب بتكرر بتفرز لكم أوسيتوسين، وهيك بتناموا نوم الهنا. دونك عم بتحضركم تتفوتوا سريعاً بالنوم، النوم العميق. ولكن أهم من المرسي قول 5 تايم برافو لحالي.
للأسف للأسف أنا كنت أستاذي بالابتدائي وبالتكميلي، ولا مرة بالتكميلي كنت أعلم 5 6 4 3 مات فيزيك شيمي، ولا مرة ولا مرة حدا من الأساتذة حسيتهم هالقد كانوا grateful، كانوا الطلاب grateful مع أساتذتهم، أو الأساتذة يعلموا الطلاب يضوا عندهم البوزيتيف يلي عملوه. إذا طالب أخذ 9 مش جايب لموين 9 على 20، بس إذا أنا أستاذ وبعرف إنه هيدا الطالب كان ياخد 2 و3 وصار 9، دونك عمل إيفوليسيون رهيبة. لما أنا بشجعه بيعرف يقول برافو وبيتذكر إنه الأستاذ قال لي برافو، السلف استيم تبعه بيتسجلوا بالإيبوكامب والإيماج دو سوا والسلف استيم بيعلى. فإذا مجتمعنا تربويا ما كتير منركز على البوزيتيف على الريكومبونس، منركز أكتر على القصاص، صح؟ بيتغيروا أنظمة القصاص. ويمكن خبرتكم بأول لقاء التروما يلي عاشها ابني، لأن قال له السيرفيان وكلهم صبيان، بقول لهم الناظر يلي بيتعفرت بدي حطه بقوت الجرادين، حط له لبن عديناه وحطه بقوت الجرادين. اجا ابني تروماتيزي قال له بابا بعرف انه انت قوي وفيك تخلع الباب وتخلصني، بس كيف بدك تعرف باي اوضه حاطيني؟ دونك عم بتشوفوا التروما يلي عايشها. في اولاد ما عاشوا تروما لانه يمكن اهلهم بقصصوهم اكثر من هيك بكثير. الاهل يلي بيقولوا للاستاذ إلك اللحمات وإلي العظمات، هذه كلها السيستام القائم فإذا على الأساس. شو بيعمل الأوسيتوسين؟ أول شيء وكتير بحب كمان تعرفوها، هذه كلها دراسات، إنه الهرمون دو كرواسانس ما بيتحرك بجسمنا إلا إذا كان في حب. عمل سبيتس، هو بسيكياتر شهير كتير بإنجلترا من كذا سنة، 30 سنة يمكن، عمل دراسة على الماترنال الكريش يلي لما تركوا الأولاد وفلوا ما عم يهتموا بولادهم، قارن هالكريش يلي فيها أخصائيين حكمة وفيها انفيرميير وفيها كل المتخصصين يلي بيساعدوا الولد تينمى مزبوط، عمل كومباريزون بين هيدي العينة والولاد اللي عايشين بالفقر والتعتير، بردانين وجوعانين وعطشانين واهلهم، بس اهلهم حدهم يعني عايشين بعيال بس العيله فقيره، مين اللي نمى بشكل افضل؟ يلي عايشين مع العيله. وما كانوا يعرفوا ليش. من 5 سنين تقريبا بس وقتها اكتشف، من 5 و10 كل الديتاي عن الأوسيتوسين اكتشفوا، فهموا هون انه مجرد ما الولد ينحب ويكون عم بيعيش لمسات الحنان هو صغير، وكل ما بيكتر الأوسيتوسين بيكتر الهرمون دو كرواسانس الجروث هرمون يلي هو بخلينا ننمى ونكبر. بالكريش اول شهر 30% من الاولاد ماتوا، والبسيكياتر سميه ديبرسيون اناكليتيك، ما بتتصدق انه ولد بيعمل سويسيد وبيموت وبينتحر شهر بعمر الشهر. واليوم صرنا نعرف، كانت التساؤلات حول ليش ماتوا ما كان في جواب، اليوم منعرف ليش الجواب، ما بعودوا لا ياكلوا، بيرفضوا ياكلوا، بيرفضوا يعيشوا، وبالتالي بيعيشوا الديبرسيون. وبقية الأولاد بيتأخروا تيمشوا، بيتأخروا تيضحكوا، بيتأخروا كل الديفلوبمنت تبعهم بيتأخر. فإذا الأوسيتوسين مهمة للنمو. الأوسيتوسين وهيدي اللي بحب تضلوا حافظينها، ناتشورال كيلر، نحن من فابريك سيل أنتيبيوتيك يقتل الفيروس، حتى بيقتل السلول كانسيريجين، علميا بسموه انكا ناتشورال كيلر، لأنه نحن منفبركه. كل ما يزيد الأوسيتوسين بجسمنا، كل ما منفبرك إنكا، كل ما بتعلى المناعة، وكل ما منطيب بسرعة أكتر من الكوفيد ومن الجريب ومن الأنفلونزا وكل المشاكل اللي عم نعيشها. فإذا الإميونيتي
الأوسيتوسين بتطلع الإميونيتي وبالتالي بنفبرك إنكا وبالتالي ما بنمرض. وإذا مرضنا في كتار عايشين بنفس البيت امرأة أو زوجة المرأة انصابت والرجل منصاب، ومش لأنه منصاب بس لأنه بيقدر يكون أخذ الميكروب وتغلب عليه وقتله. والدراسات الحديثة بتقول نحن بنمرق بخمس أمويين أنا أدولت بيمرق بخمس مراحل فيها كانسير وبيتغلب عليه وما بيطلع الكانسير. مشان هيك كل ما منكون عنا أوسيتوسين وأنكا كل ما منحمي حالنا من الكانسير ومنقدر نقتله. يلي أكتر شيء بحب كمان تتذكروه هو إنه أنتوا بتعملوا العجيبة لما أنتوا بتسجلوا بدماغكم كل الأشياء البوزيتيف يلي عم بتعيشوها قبل ما تناموا، وهيك كل الميموار بوزيتيف بتخليكم بعلاقة جيدة مع الآخرين يلي قلتولون مرسي، وبتخليكم بحالة فخر بحالكم لأنكم أنجزتوا شيء وقلتوا برافو. وإذا ما حدا قالكم برافو بليز قلوها لحالكم، قلوها لحالكم قبل ما تناموا. هلا بديكم كمان تتذكروا انه الايبوكامب هو يلي بيسجل كل مره بتعملوا الجراتيتود عشيه قبل ما تناموا بتعملوا نيرون جديده، خليه دماغيه جديده، وبتعملوا كونكسيون بين الخلايا، وهيدا عم بينمي دماغكم العقلاني والإيموشنال، الانتليجنس راسيونيل اي الانتليجنس إيموشنال. الإيبوكامب مهم، بليز حافظوا عليه. والإيبوكامب بأول اللقاء ذكرتكم إنه الهرمون دو ستريس بيقتلوا خلايا، بس الجراتيتود بترجع بالليل نحن ونايمين بنرجع بنعمل خلايا جديدة للإيبوكامب اي إل سو روجينير. بثلاث أسابيع بس لو كان قد ما كان الإيبوكامب صغر وبطل فونكسيونال بثلاث جماع بنرجع لأنه بالليل نحن ونايمين بيعمل بروليفيراسيون كتير قوية وبيرجع الأميجدال بترجع بتصغر إذا مارستوا كل الإكزرسيسات وخاصة الجراتيتود، وبالتالي الأميجدال بتصغر الإيبوكامب بيرجع بيكبر وهيك منستعيد. جوفي فودوني يلي بده عنده أسئلة رح أعطيكم المجال، بس خلونا نخلص. آخر هرمون هي الميلاتونين، والميلاتونين هو اللي قلت لكم أنتي ديبريسور. أنتي ديبريسور واثنين سومنيفير منوم طبيعي. أنا ماني بحاجة لأدوية تنام، الدواء بخربط لي دماغي السومنيفير، بس الميلاتونين أول شيء أنتي ديبريسور لأنه بتنظف الإفي تبعها، هي بتنظف كل خلايا جسمي وكل خلايا دماغي بتنظفهم من التوكسين يلي تراكم بالنهار. بس الميلاتونين ما بتنفرز إلا بالليل نحن ونايمين، وتحتى نعمل ميلاتونين عشية نحن ونايمين بيكفي بس 30 دقيقة سبار بالشمس، حيلا سبار اللي بدكن ياه، مشي، سباحة، تنس، اللي بدكن ياه، بس يكون بضوء الشمس. ما ضروري اطلع بالشمس بس بنور الشمس عم بمشي، هيدا بيساعدني بالليل فبرك الميلاتونين ونام من العشرة للستة. هلأ بدي شدد كتير على هالنقطة، صرت قيلتها أكتر من مرة كتير سمعتوها، لأنه مشكلتنا اليوم حتى الأولاد الصغار ما عم بيناموا على هيدا الوقت. المعلومة العلمية يلي مربوطة بالوقت هو إنه بكل ساعة معينة بفوت الميلاتونين على الجسم مثل الأريال والبرسيل بنظف مكان معين، مثلاً مش حافظتهم أنا ورا بعضهم، بس على افترضنا على الـ 11 بفوت على قلبي بنظف لي قلبي. نحنا كل ساعة ونص بنعمل سيكل جديد بالنوم، رح نشوفه كمان بتاني سيشن بديسمبر رح نحكي تفاصيلاً عن النوم. بس في فترة من النوم اسمها السومي بروفون أو النوم العميق، بهيدي الفترة بنعمل ميلاتونين. إذا ما فتنا بالسومي بروفون ما في ميلاتونين. إذا ما نمنع على 11 قلبي ما بقى يتنظف. افترضنا على 12 بنظف الكبد،
إذا ما نمت على 12 الكبد ما بيتنظف. الكلاوي أكيد بيتنظفوا على الساعة 3. يلي ما بينام كل الليل بينام بالنهار، يلي بيشتغل بالليل بيقدر يتعرض لمشاكل بالكلاوي أكثر من غيره. وبالتالي في ضرورة نعرف شو أهمية نعمل نفبرك نحن الميلاتونين، نام نوم عميق تنقدر نعمل ميلاتونين. فإذا شو بيعمل الميلاتونين؟ شرطين بس، إنه يكون عم نعمل سبار بالشمس ونكون عم ننام من 10 للـ6. شو بيعمل؟ أول شيء قلت أنا بينظف جسمي من السموم، وتاني أهم عملية بيعملها بيعمل ريتشارجينج لكل الانرجي اللي فقدتها بالنهار. الريجوليت الريشارج الريستور لو سيستم نيرفو، يعني الايبوكامب ميتوخليه بهيدي المرحله بهيدا الوقت بيتسجلوا كل الميموار تبع الجراتيتود اللي قلناهن، وبهيدا الوقت بفضل الميلاتونين. اذا درستوا وما نمتوا وعملتوا نوي بلانش ما بينحفظوا المعلومات الا اذا نمتوا سومي بروفون وكان في ميلاتونين تيساعد الايبوكامب يحفظ لكم كل هالمعلومات. فاذا الميلاتونين هو من اهم الهرمونات يلي بتخلينا نقدر نعالج الدبريسيون بدون حكيم بدون بسيكياتر وبدون بسيكوثيرابوت، بس نتعلم كيف ننام سومي بروفون. وتنام سومي بروفون نعمل الجراتيتود. فإذا عم بتشوفوا مربوطين ببعضهم، كل ما نكون عاملين بالنهار سبار وعاملين اندورفين وعملنا الجراتيتود قبل ما ننام، كل ما نوعية نومنا بتكون أفضل. فوالا. فإذا بدي أتمنى عليكم تحفظوا كل البوزيتيف ميموريز يلي بيمرقوا معكم بالنهار لحتى تكونوا بفرح أكبر بسعادة أكبر، وتقدروا تكونوا منتجين فكريا أكثر. الفكرة يلي بحب انتهي فيها هي الأرماندو ستريس بيعطل دماغي، لو كنت نابغة ما بكون منتجة وما بنفع لشي، سوري. بينما بالعكس كل ما بروق الأميجدالا تبعي، كل ما بعمل جيستيون دو ستريس، كل ما بعمل ستريس مانجمنت لكل الهرمون دو ستريس يلي بجسمي، بفضل هالهرمونات شو بيصير بدماغي؟ بيصير مور بروداكتيف مور افكتيف وبنجح اكثر. ولا مسؤوليتكم، الهرمون دو ستريس بيتحرك بجسمكم بدون ارادتكم، بس انتم مسؤولين عن الانتليجنس ايموشنيل. وعفوقة الانتليجنس راسيونيل بس بتدلنا كريتير دانتليجنس 20%، بينما الانتليجنس ايموشنيل وقدرتنا على هضم والتعامل مع الستريس هي المهمة 80%. فإذا تننجح أهم ما نقرأ وندرس نروق، وبعدين نقرا وندرس ونشتغل تنحفظ يلي درسناه. عندي فحص ما فيني اقوم اعمل سبار، او عندي فحص ما فيني اعمل سوسيم، لا، نحن بحاجه نعمل ريسورس. وهودي الثلاثه هرمونات يلي شفناهم بيعلوا رصيدكم بالموارد، مش الماليه مثل بالبنك، بيعلوا رصيدكم بالهرمون بوزيتيف تتقدروا تحاربوا حيلا مصدر للهرمون دو ستريس وتنجحوا بحياتكم وتضلوا بحاله فرح. فوالا. شكرا دكتوره.